اختتم المهرجان الدولي 18 للهجن فعالياته اليوم بمحافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ سيد حمدي عثمان وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن وسلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات ورؤساء الوفود والدول المشاركة في المهرجان. تضمنت مراسم حفل الختام متابعة الشوط الأخير من السباقات التي أقيمت بمضمار السباق المخصص بصحراء سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد. وقد شاركت وفود 9 دول عربية وإفريقية وممثلو القبائل العربية من مختلف محافظات مصر. في ختام السباق قام محافظ الإسماعيلية بتسليم الكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الختامية. هو جه الوقت ان احنا نقف ونشوف قيمة الحدث اللي بيحدث كل سنة. هو قيمة عظيمة جدا لإحياء التراث والتمسك بالتراث، وهو قيمة أخرى سياحية وقيمة بتعلي من قدر مصر بتواجد الإخوة والأشقاء العرب ووفودهم معنا. تنمية الاقتصاد هي تنمية الموارد اللي معك، ولما تركز مع الإخوة العرب البدو هم اقتصادهم بيقوم على المواد الخام اللي في ايدهم. هل تعلم ان السباق الناقة بتاعت السباق اصبح سعرها النهاردة حوالي 1,000,000 جنيه؟ لما كل قبيلة من القبائل دي يبقى عندها 10 و12 ناقة بتبيعها للإخوة العرب ويتداولوها بيبقى عندهم دلوقتي ملايين. احنا بنخلق لهم اقتصاد بدون ما الدولة تبذل اي مجهود. فالسنة الجاية ان شاء الله الامر هيلاقي اهتمام، وانا واثق كل الوثوق من ان قاتم السلاح دعمني ان احنا في المكان اللي احنا فيه ده. هنيجي السنه الجايه ان شاء الله نلاقي مضمار ومنصه وغرف لاستقبال الاخوه العرب والاخوه الافارقه على مستوى يليق بمصر ويليق بالسياحه. احنا كمصريين وكاتحاد مصري ورجال اعمال ورجال الاتحاد المصري وعلاقتنا بدول الخليج ان شاء الله نبني مضمار يتواكب مع مضمار الخليج العربي ان شاء الله، ويكون المردود المادي ايضا للاسماعيليه وقبائل الاسماعيليه ان شاء الرحمن لتطوير هذه الرياضه. العائد كله على المواطن وعلى اهل الهجن في اسماعيليه ان شاء الله. هو خلاص المهرجان الهجن الدولي ده بقى سمه من سمات محافظه الاسماعيليه، وده مهرجان سنوي، وكل سنه في مثل هذا الموعد بنعمل هذا المهرجان. احنا اسماعيليه في عدد من المناطق الصناعيه، اسماعيليه محور من محاور التنميه حيث قناه السويس، الحاجات دي كلها سياده المحافظ كان امبارح بيشرح للوفود العربيه، وده ده حاجه غير مباشره بنشرح للوفود المناخ الاستثماري والفرص الاستثماريه اللي موجوده في محافظه الاسماعيليه. حضرت كثير في الاسماعيليه من 2008 واحنا بنحضر اغلب مهرجانات من ايام العريش، مهرجان العريش والاسماعيليه اغلب في كل سنة يعني شبه نحضر، اللي يمكن سنة سنتين بس. أنا شايف حضور مشرف هنا صراحة، يعني من أمس وإحنا في ما شاء الله تبارك الله، يعني حضور مشرف ومشاركة الهجن ما شاء الله كثيرة، يعني ما كنا متعودين بالكثرة هذه صراحة. عدد الوفود اللي بتبقى جاية من 10 دول عربية وأفريقية وأوروبية، كل واحد فيهم لو بيصور منظر من المناظر اللي بيشوفها في إسماعيلية وبيبعتها على موبايلاته من هنا بتعمل دعاية لمحافظة إسماعيلية ولمصر كلها. وأولا هي دعاية من ناحية الأمن كمان، إن هي بتثبت للجميع مدى الأمان والأمن اللي احنا عايشين فيه في جمهورية مصر العربية عامة وفي محافظة إسماعيلية خاصة.